الصابون، اشو رح نعمله؟ نحن ما لنا ذنب، اشو رح نعمله؟ نحن بنشرب بول يا خبز. ليش عم تبكي انت يا عمو؟ مش شعرنا هبنا قتل بيوتنا نهبي، ما عنا شيء بس والله العظيم هدلكم بيوتكم؟ انتي وكلي ما عنا شيء، هون نشرب مي بتنطرتني نقعد عند الجماعة نقعد نسهر عندهم، اشو بيهون؟ والله العظيم ولا خلونا نقعد دقيقة بالبيت، هو بشار أسد راقص طير نسقطه بص الماي، والله أكبر الله أكبر، والصور الأحرار حيسقطه بص الماي. مش خسر لكم طالعين انتم. وإن الطفل السوري الذي قال قبل أن يستشهد قال سأخبر الله بكل شيء، قال قبل موته طفل صغير 8 سنوات قال سأخبر الله بكل شيء. انظروا للعالم اليوم، انظروا للعالم اليوم الظالم والقاتل خائف من فيروس، أتمنى أن يبقى خائف إلى يوم القيامة، أتمنى بعد كورونا ألا تعود القنابل والبراميل المتفجرة تسقط على أهلنا في سوريا، أتمنى ألا يجوع أهل اليمن بعد كورونا، أتمنى ألا يصاب ولا يموت طفل من الجوع في اليمن كل ساعة بعد كورونا، أتمنى أن تبقى البشرية على ما هي عليه بعد كورونا. أحبتي ختاما أقول أين الفنانين الذين صدعوا رؤوسنا قبل كورونا؟ أين الراقصين والراقصات الذين صدعوا رؤوسنا قبل كورونا؟ أين الفنانين والمغنين الذين بلغت مشاهدات أغانيهم الهابطة ملايين ومئات ملايين المشاهدات؟ نرجو منهم الآن أن يحلوا لنا مشكلة كورونا، نرجو من الذين يتصدر الإعلام مشاهدهم ولا نسمع في إعلامنا الكاذب إلا أخبار الفن وأخبار المشاهير وأخبار الرقص، تعالوا تعالوا بنا بهم جميعا، هاتوهم لنا ليعالجوا لنا مرض كورونا، كلهم اختبأوا في جحورهم وأصبحوا يطلبون دعوة شيخ وقراءة قرآن من مصلح، وأصبحوا يرتجون وصفة لطبيب ولعلاج لطبيب راتبه أقل راتب في الوطن العربي، وأيضا أطباؤنا الذين نرتجي منهم اليوم أن يعالجوا لنا مرض كورونا كلهم هجرناهم إلى أوروبا، كلهم هجرناهم إلى أوروبا ليشتغلوا في المستشفيات الأوروبية. الآن أصبحت قيمة للشيخ، وأصبحت قيمة للطب، وأصبحت قيمة للثقافة. أدعو العالم الذي أنفق كل ميزانياته، كل ميزانياته على العسكر وعلى القنابل وعلى المدافع وعلى الأسلحة العسكرية، الآن العالم يرتجي أن يدفع مال الكون كله وبترول الكون كله من أجل أن يعالج فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة. ربنا ربنا قد عرفنا قدرنا، يا رب نشهدك من فوق 7 سماوات أننا عرفنا قدرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كانت أوروبا تقول انتهت حلول الأرض والأمر متروك للسماء، قلتموها الآن، قلتموها الآن منذ أن خلق الله السماوات والأمر متروك للسماء، لكن ظلمكم وكبركم نمتم فيه وغرقتم. يا رب قد عرفنا قدرنا فلا تطل علينا البلاء، يا رب عرفنا أننا ضعفاء، يا رب عرفنا أننا فقراء، يا رب عرفنا أنك الجبار، يا رب عرفنا أنك القهار، لكننا نعلم ونعرف أنك الرحمن الرحيم، فيا ربي لا تعاقبنا بذنوبنا ولا تعاقبنا بأعمالنا، يا ربي عم البلاء بيوتنا، يا ربي عم البلاء بلادنا، يا ربي فقدنا أهلا وأحبابا بفعل هذا الوباء، يا رب نسألك في هذا اليوم المبارك أن ترفعه عنا، يا رب لا يأتي رمضان إلا وفتحت مساجدنا، يا
يا ربي لا يأتي رمضان إلا وقد عدنا إلى بيت الله الحرام معتمرين مهللين نعترف بين يديك أننا ضعفاء. يا ربي سنعود بين يديك، ظننا بك أنك ستعيد لنا المساجد، ستعيد لنا المسجد النبوي. يا ربي ظننا بك، وأنت قلت أن أنا عند ظن عبدي بي. يا ربي ظننا بك أننا في رمضان سنصلي ونعتمر في المسجد الحرام. فيا ربي لا تطل هذه الغمة، يا ربي لا تطل هذا البلاء، يا ربي عودة إلى ما كنا عليه من حياتنا الطبيعية، لا مرض ولا وباء ولا هلع ولا خوف يا أرحم الراحمين.